السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة، اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ في اول محاضرات الراديولوجي، ونتعرف يعني ايه اصلا اكس راي ومهمتها عندنا ايه، وايه هي انواع الاكس رايز. النهاردة ان شاء الله هنبدأ باول حاجة في الراديولوجي. تعالوا نبدأ كده اول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هو الديفينيشن للاكس راي؟ عايزين نديلها الاول تعريف. الاكس راي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن electromagnetic radiation with short wavelengths that can cause ionization can penetrate raw solids. بمعنى ان هي عبارة عن short wavelengths، بتبدأ ان هي تخترق الاجسام الصلبة وتبدأ انها تديني صورة في الاخر. الصورة دي او فيلم الاشعة ده ما بتيجي تقراه بتلاقي حاجات بيضة وحاجات سودة. طب الحاجات البيضة دي بتبقى بيضة ليه؟ بتبقى على حسب نسبة الكالسيوم اللي موجودة فيها. فمثلا نلاقي ان التوس مثلا لو جينا نتكلم فيها، هتلاقي الانامل واخد بياض ناصع شوية عن الدنتين، لان نسبة الكالسيوم في الانامل اكتر من الدنتين. وطبعا هتلاقي البلب اسود خالص، البون هتلاقي فيه فراغات سودة كتير علشان قلنا نسبة الكالسيوم. تمام، فبالتالي طيب بعد كده تعالوا نتكلم عن الرول بتاعت الاكس راي. عندي اصلا انا بحتاجها في ايه؟ بحتاجها ان انا في 3 حاجات. بالمراحل اللي انا اصلا بعدي بيها مع البيشنت هي بتبقى مصاحبة ليا، يعني انا بحتاجها في الاكزامينيشن زي ما اتكلمنا قبل كده، ان انا في الاكزامينيشن ممكن احتاج ان انا اعمل راديوجرافيك انفستيجيشنز، بحتاجها تاني بس عشان اوصل لدايجنوزس سليم، فكمان بحتاجها في الدايجنوزس، وكمان بحتاجها في الفولو اب. ببدأ ان انا مثلا لو جالي مثلا حد عملت له مثلا ار سي تي، وبعدين كان فيه مثلا بريابيكال ابسس، فانا بشوف عن طريق الفولو اب ده بشوف ايه الاخبار. الابسس ده صغر في الحجم؟ لا ده بالعكس ده كبر. لا زي ما هو في الحجم، فانا ببدأ اعرفها عن طريق الاكس راي. ودي كده هخش بعد كده على الانديكيشنز بتاعت الراديشن، انا امتى بحتاج ان انا اعمل الراديشن او الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعتها. بحتاجها والله في 5 نقط. انا في الموضوع ده كمان في البيدياتريكس بالذات، ان انا بحتاجها مثلا في باثولوجيكال ايفالويشن، وكمان بحتاجها في 2 ديفلوبمنتال فاكتورز وديفلوبمنتال انوميليز، وكمان بحتاج عشان اعرف الديجري اوف البالب ماتيوريتي والبوست تريتمنت ايفالويشن او مرحله الفولو اب. تعالوا كده واحده واحده نمسك. مثلا اول حاجه هي الباثولوجيكال ايفالويشن، يعني بتساعدني اثناء ما كنا نعمل قلنا هنعمل بيها اكزامينيشن او دياجنوزس، ان انا بحتاج ان انا اشوف الباثولوجي اللي موجودة عندي عشان اعرف. مثلا انا مثلا عندي كيرس بس انا مش شايفه مثلا كلينيكلي، بحتاج ان انا اعمل اكس راي عشان اشوف مثلا لو في رود كيرس او في مثلا بروكسيمال كيرس مش ظاهر عندي في الكلينيكال اكزامينيشن. كمان بحتاج عشان اعرف الديجري اوف البالب انفولفمنت، ببدا ان انا اشوف البالب بتاعي هل الكيرس ده وصل للبالب ولا لا. طب هو البالب ده تمام سليم ولا في انترنال ريزوربشن، ولا مثلا هو طب هو كويس بيور، ولا مثلا في بالب ستونز او في كلاسيفيكيشن كالسيفيك ديجنريشن مثلا او كده. فالحاجات دي برضو الاكس راي بتساعدني فيها كويس قوي. اكيد انا مش كلينيكلي كده هعرف ان انا اشوف البلب ده في ستونز ولا لا، يعني اكيد. تمام، طيب بعد كده بشوف كمان البريدونتال ديزيز، اشوف مثلا لو في بريدونتال بوكيت او كده، لانه الطبيعي انه ما بين السنه وما بين العظم في لاين كده رفيع قوي بيبقى لونه اسود، ده اوريدي لوسنت، ده بيبقى البريدونتال ليجمنت. ولكن لو البريدونتال او سوري لو المكان ده وسع زياده، ده ممكن نقول ان هنا في عندي بريدونتال ديزيز، او ممكن مثلا اشوف كمان فيها البوكيتس مثلا. تمام، كمان بشوف لو في بايفوركيشن انفولفمنت، هل مثلا في ابسس مثلا موجود، خاصه في البيدو الموضوع ده منتشر قوي، ان الكيرز من كتر ما هي متعمقه قوي في الضرس وصلت كمان للبايفوركيشن اريا، فانا ممكن اشوفها برضو في الاكس راي. زي ما انتم شايفين، بصوا شايفين الاكس راي دي في عندي هنا في البايفوركيشن في مشكله، لانه وصل الكيرز وصلت للبايفوركيشن خلاص. كمان انا شايفه الكيرز اهي قدامي، ان هي في الميزيال في سوري ديستال بوكس موجود، ده عامه دي يعني. تمام، اور دي سوري لور دي. تمام، كمان بشوف لو انا عندي مشكله في البريابيكال انفولفمنت، هل مشكله في البريابيكال ابسس مثلا او لا، زي ما برضو هنا في الاكس راي دي انتوا شايفين البريابيكال ابسس عامل ازاي، شايفين الهيوج ابسس ده اخباره ايه. طب هل التوس ديت عامه طيب، فالتوس ديت عامه هتبقى اكيد اكيد فيها نسبه موبيلتي عاليه قوي يعني. كمان باثولوجيك ايفالويشن معايا ان انا ممكن اشوف الاكسترنال روت ريزوربشن. الاكسترنال روت ريزوربشن عامه في الكبار
اه موجود طبعا. هتلاقي ان الروت يعني في الاشعه بيبان ان هو زي منغبش كده، مش سليم، مش نازل كده يعني انتكت كده، لا بيبقى زي منغبش كده، في اكسترنال روت ريزوربشن. او ان انا لو في العين، لو في البيدو، انا بقول ان في ممكن يبقى في حاجه تانية اسمها فيسيولوجيك روت ريزوربشن. فده طبعا بيأثر لي على حسب عمر الطفل، مثلا ممكن يكون ان الضرس دوت اوريدي بيحصل له الروتس بتاعته بيحصل لها روت ريزوربشن، بيحصل لها ريزوربشن علشان خلاص السن اللي تحتها تبدأ انها تطلع فبتطردها، فانتوا عارفين طبعا الروتس تبدأ تتاكل عشان كده السن بتقع. ده كده فيسيولوجيكال روت ريزوربشن. او ان انا مثلا يكون في تروماتيك انجري، تعملي مثلا فراكشر في الروت، مثلا شوف لي فراكشر لاين زي مثلا الاكس راي دي، شايفين الفراكشر لاين هوريزونتالي جاي ازاي. طبعا الروت يعتبر تقريبا مفصوله عن الكراون، فده كله بيبين لي برضو في الاشعه. فانا دلوقتي اول حاجه او اول كلينيكال سيجنفيكانس بتاعتي هي الباثولوجيك ايفالويشن. باثولوجيك ايفالويشن نخليها واحده واحده كده، انا ممكن اشوف فيها الكيرز، ممكن اشوف فيها الكيرز دي وصل البلب ولا لا، طب هل البلب ده فيه انترنال ريزوربشن او فيه مثلا ستونز او كده. طيب نخرج بره شويه عن السنه، ممكن نشوف لو في بيريدونتال ديزيز حواليها او في بري ابيكال ابسس تحتيها او في بايفوركيشن، في البايفوركيشن فيها انفولفمنت ولا لا. طيب كمان ايه الروت ده اخباره ايه، هل هو فيه ريزوربشن؟ طب هل الريزوربشن ده اكسترنال نوت ريزوربشن كده يعتبر باثولوجيك ولا هو حاجه فيسيولوجيك عشان ده طفل صغير وطبيعي ان هو يبدل. وكمان بشوف لو في حصل تروما مثلا للطفل، فانا شايفه ان الاسنان بتتلخلخ فانا شاكه فيها، فانا هبدا ان انا اعمل اكس راي واشوف في كسر ولا لا، وفعلا لو في كسر هيبان زي الاكس راي اللي قدامنا دي. ده كده اول كلينيكال سيجنيفيكانس او اول انديكيشن عشان كده بعمل له بعمل الطفل ده اكس راي. تاني حاجة هي developmental factors. يعني ايه؟ يعني بشوف التسنين بتاع الطفل ده. يعني ايه؟ يعني انا بشوف مثلا هل السنة ديت اخبارها ايه من الربشن، اخبارها ايه، خلاص يحصل لها exfoliation ولا لسه، ولسه بدري عليها. طيب الروت reformation اخباره ايه للسنة البرمننت اللي تحتها. طيب البون كفرنج ليهم اخباره ايه، هل مثلا السنة لسه قدامها كتير على ما تطلع ولا لا. زي مثلا تعالوا نشوف هنا development من ال 5 و developing 6. انتوا شايفين هنا على الشمال انا عندي هنا ده اي وتحتيه شايفين الفايف، بس الفايف هنا عباره عن كراون بس، فانا اتوقع ان السنه دي مثلا هتطلع على طول. هل مثلا الاي ده خلاص قرب يحصل له اكسبوليشن يقع، او مثلا لو في كيرز انا اخلعه ولا اعالجه ولا ايه. والله انا شايفه ان هنا في كراون بس مفيش اي روت متكون، فخلاص انا طبعا متوقعه انه لسه بدري على ما السنه دي تطلع. فاهمين قصدي؟ لان المفروض ان الروت بيبقى تلتين ويتكون علشان السنه تبدا ان هي تطلع في الاورال كافيتي. طب بالنسبه هنا للسكس اللي جنبيها، برضو السكس اللي جنبيها لسه الروت لسه ما تكونش تلتين ولا اي حاجه، فاتوقع انه لا لسه شويه. طب هل في بون كفرنج للسكس؟ لا، فممكن يبقى التوز ديت مثلا في الاورال كافيتي عليها بس جنجبه عليها يعني. طيب بالنسبه للاكس راي الثانيه دي بقى تعتبر اشعه بانوراما، البانوراما ديت ورياني الدنتيشن كلها. والله هنا في حاجات خلاص عباره عن كراونز بس، لا ده في حاجات قربت تطلع خلاص، في اوبن ايبكس اهو في السكس، في السكس سكسين اللي موجودين في اللور، الفايف والفور لا لسه شويه. طب الكاناينز بدا اهو الروتس بتاعهم يتكون، فانا ده كله شايفاه عن طريق الاكس راي. فانا دلوقتي بشوف الديفلوبمنتال فاكتورز او بشوف السنه اخبارها ايه على ما تطلع، تمام. فده كده تاني انديكيشن ليا للراديشن. طيب نخش بعد كده على التاني ديفلوبمنتال، هو الديفلوبمنتال انوميليز. انتوا اكيد عارفين الديفلوبمنتال انوميليز وعارفين ان الانوميليز دي وارد جدا تكون موجوده في الاسنان، زي بتكون موجوده ممكن تبقى مشكله في النمبر، ممكن تكون مشكله في الشيب بتاع التوس، ممكن تكون مشكله في السايز بتاع التوس. ازاي؟ لو انا عندي مشكله مثلا في النمبر، فهل هي عدد كبير اكبر ولا عدد اقل؟ يعني هتبقى لو اكبر او زياده عن الطبيعي ده كده السوبر نيوماري توس، او لا سوبر نيوماري توس، او ان انا عندي مشكله ان الاسنان ديت ناقصه في العدد فبنسميها كونجنتال ميزد تيس زي الاكس رايز دي. بصوا شايفين الاكس راي دي، شايفين الميزيودنس اللي في النص بين التو سنترالز. بصوا انا عماله بس اعمل زوم عشان تاخدوا بالكم اللي انا قصده. انا عندي هنا تو سنترالز اهم، في ما بينهم سنه كده نازله اهي، حتى شكلها يعني مش طبيعي قوي، مش سنترال دي لا، دي كده سوبر نيوماري توس، او بنسميها لما بتكون التوس دي نازله ما بين التو سنترالز بالذات بنسميها ميزيودنس، تمام.
فدي كده تعتبر سوبر نيوماريتوس. انا عرفتها ازاي؟ هل دي موجوده في الاورال كافيتي؟ انا مش حاسه ان انا ممكن اشوف الاورال كافيتي، بس انا اكتشفتها عن طريق الاكس راي. طيب لو تعالى نتكلم برضو على كونجنتالي ميسنج او الاسنان اللي بتبقى ناقصه، هنا انا عندي اهوت، انا عندي ده الكبير قوي ده 6 والصغير ده اي. هل الاي ده المفروض الطبيعي بتاعه ان انا الاقي تحتيه 5؟ هل موجود الفايف؟ لا مش موجود. طب هل في امر ان الفايف ده يبقى موجود؟ والله انا مش حاسه. اقول لكم ليه؟ لان شايفين الروتس بتاعت الاي سليمه وانتكت وكلها موجوده، فانا خلاص اتعامل مع الاي ده ان هو تمام، هو مكانه هنا، وانا للاسف مش هخلعه لان هقول الام ده تمام ضرس لبني ولكن مفيش تحتيه الضرس الدايم فمش هيتكون، فانا هحاول ان انا احافظ على الاي ده. طيب تعالوا نشوف برضو هنا بالنسبه للبانوراما دي، شايفين ما فيش تقريبا اسنان خالص غير التو كاناينز. طبعا دي اكيد انا هشك ان في حاجه هنا سيستميك، دي ده مش طبيعي، فده كده انا عندي كونجنتري ميسنج للتيس اللي موجوده هنا. طيب انا كده بتكلم على لو انا عندي ديفلوبمنتال انومالي في النمبر. طب تعالوا نتكلم على ده لو في مشكله في الشيب بتاع التوس، شكل السنه مثلا. انا شايفين هنا في الروت بتاع التوس ديت عامل ازاي، شايفين دي كده في حاجه اسمها دايلاسريشن اوف ذا روت، الروت نفسه شايفين الاعوجاج، شايفين الانجلز دي يا جماعه تبقى في ما نيجي نعمل لها اندو يعني بعد الشر، لو المشكله دي لو في السنه دي حصل لها مشكله تبقى مشكله جامده قوي بالنسبه الدكتور الاندو. بس ما علينا، دي انا اكتشفتها. هل انا شايفاها في الاورال كافيتي؟ لا انا شايفاها في الاكس راي. ممكن اتوقع ان ده حصل ازاي؟ والله بصوا في اغلب الاحوال بتبقى التوس اللي كانت موجوده اصلا هنا اللي هي التوس الديسيدوس حصل لها تروما جامده قوي فاثرت على التوس باد بتاعه التوس البيرمنت فطلعت الرود ده هطلع بالمنظر ده. تمام، فدي مثلا لو انا شايفه ان في very curved root او ectopic eruption of teeth، ممكن تلاقي اصلا التوس ما نزلتش في مكانها الطبيعي، نزلت في مكان تاني خالص، وده غالبا بنشوفه في الابر كاناينز، لان الابر كاناينز احنا هنعرف ان هي اخر حاجه خالص بتنزل اللي هي البيرمننت، يعني في اخر حاجه بتنزل ممكن اصلا ما الاقيهاش، الاقيه مزد عندي في الاورال كافيتي يعني، فابدا ان انا احتاج من الام انها تعمل لي اكس راي، هلاقيها هلاقي القناين ده موجود مثلا مدفون في العظم، او ان انا ممكن اصلا الاقيه طلع بلاتري او الاقيه طلع بقلي. تمام، طيب كمان ممكن الاقي فيه ديفكت في الحجم بتاع السنه زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت لو تفتكروا، لما قلنا نعمل اكزامينشن وقلنا نعمل اكزامينشن للتيز وعرفنا ان في ممكن نلاقي حاجه اسمها بيك شيبد لاترال، في حاجه اسمها كونيكال شيبد توس، او قلنا ان في حاجه اسمها فيوجن وجيمينيشن، الحاجات دي كلها طبعا ديفكت موجود في السايز. الفيوجن والجيمينيشن دول حجمهم كبير قوي بالنسبه للطبيعي، والبيك شيبد ديت او الكونيكال شيبد توس بتبقى حجمها صغير عن الطبيعي. فدي كده تالت حاجه من الانديكيشنز او الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعه الراديكيشن. نخش بعد كده على الرابعه، النقطه الرابعه اللي هي الديجري اوف البلب ماتيوريتي. كده كده خلينا متفقين ان انا مش هعرف ان انا اشوف البلب لو السنه ساوند كده قدامي، انا طبعا مش شايفه البلب طبعا، فهحتاج ان انا اشوف الاكس راي. فانا دلوقتي لما ابص في الاكس راي خاصه في البريبيكال اكس راي، لان البريبيكال اكس راي اللي هي زي اللي احنا قدامنا دي اكتر حاجه، اكتر موست اكيوريت فوتو للتوس، بتبين لي كل تفصيله موجوده فيها. فدلوقتي او يعني انا مش هينفع اجيب بانوراما زي دي، بصوا شايفين البانوراما، بصوا البانوراما هنا، انا يستحيل اعرف ان انا اشوف كل احجام البلب اللي موجوده في التيس هنا. اغلبيه الاحوال ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل بريبيكال اكس راي. تمام، وده هنوصل لها برضو لما نيجي نتكلم عن البريبيكال اكس راي. عموما انا هنا بشوف ايه في الاشعه دي؟ انا بشوف البلب تشيمبر والبلب كانال. البلب تشيمبر بتاعتي طول ما هي كبيره كده تعرفي ان التوز ديت لسه فريش كده، لسه جديده كده. تمام، كمان البلب كانالز برضو، لانه مع تقدم العمر التوز نفسها او البلب حجمه بيصغر، فبالتالي هتلاقي انه ثلاث حاجات بتحصل فيه، هتلاقي انه البلب تشيمبر صغرت، البلب كانالز ضيقت، والبلب هورن نزل عن مستواه الطبيعي في السن الفريش كده السكس مثلا، اول ما بيطلع بتلاقي البلب هورنز عاليه قوي، تبقى قريبه قوي من الاوكلوزال سيرفس. فده كله بشوفه في الاشعه. كمان الابيكال كلوجر ده مهم قوي، اشوف مثلا لو في اوبن ايبكس او لا، زي مثلا التوس سوري الاكس راي هنا، شايفين التوس هنا في هنا اوبن ايبكس، هي موجوده تحت، الروت ده لسه ما اكتملش، الروت ده لسه ما قفلش،
ده بيبقى موجود غالبيته برضو في السنة اول ما بتطلع، انها بتاخد وقت، انتوا عارفين انها بتاخد وقت لحد ما الروت ده يحصل له كومبليت فورميشن ويقفل. فده كله انا بشوفه في الاكس راي. طيب بالنسبة بقى لاخر حاجة خالص هي البوست تريتمنت ايفالويشن، بحتاجها هنا الكلينيكال سيجنيفيكانس. هنا ايه؟ ان انا مثلا عملت ار سي تي، هل ار سي تي ده سليم ولا مش سليم؟ انا عملت بالبكتومي او عملت بالبوتومي، ابدا ان انا اعمل له اكس راي بعد ما اخلص عشان اشوف هل الدنيا تمام ولا مش تمام، هل الواصل الفول لينس ولا مش واصل الفول لينس. عشان لو مش واصل الفول لينس يعني ممكن ان الحاله دي، مش ممكن ده اكيد، انها هتفاليار تاني وهيرجع لي تاني بابسس. فانا احاول ان انا اشوف الموضوع ده في الاكس رايز. يعني انتوا شايفين هنا الاكس رايز ديت الاثنين دول شورت ار سي تي تمام، لكن تعالوا بقى نشوف ده زي الفل، ده تمام يا باشا، ده واصل للفول لينس وكمان عامل له كراون وبالبكتومي وحاجه حلوه جدا. طيب تعالوا بقى نشوف كمان ان انا ممكن اشوف ايه في الفولو اب بتاع الحاله. ان انا مثلا الاقي ان انا عملت كومبوزيت وعايزه اشوف هل في اوفر هانجنج للكومبوزيت ده ولا لا، هل الكونتاكت سليمه ولا لا. انا كنت والله حاطط باند وماتريكس ومظبط الدنيا، طب برضو نشوف في اوفر هانجنج ولا لا. ده بيأكده لي هو اللي بيأكد لي ده هو الاكس راي. زي ما انتم شايفين هنا كلاس 2 اهوت ريستريشن موجوده، فانا ببدأ اشوف هل في اوفر هانجنج ولا لا. تمام، فدول كده يعتبروا الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعت الراديشن. امتى بستخدمه؟ قلنا في 5 نقط بستخدمهم فيهم. اول حاجه هي الباثولوجيك ايفالويشن، نشوف لو في اي حاجه باثولوجيك ولا لا. تاني حاجه ديفلوبمنتال فاكتورز وديفلوبمنتال انوميليز. ديفلوبمنتال فاكتورز بشوف السنه دي اخبارها ايه من الاربشن والاكسفوليشن، بشوف كمان ديفلوبمنتال انوميليز في ديفلوبمنتال انوميلي ولا لا، وقلنا لما تبقى مشكله بتبقى موجوده في النمبر او الشيب او السايز. وكمان بشوف البال اخباره ايه، الماتيوريتي بتاعته اخبارها ايه. انا ده بشوف البوست تريتمنت ايفالويشن. لو تلاحظوا ان معظم الحاجات احنا بنتكلم في البيدياتريكس، فبالتالي بنتكلم عن البلب ماتيوريتي، بنتكلم عن الديفلوبمنتال انوماليز، بنتكلم عن الديفلوبمنتال فاكتورز. كل الحاجات دي انا بحتاجها خاصه في البيدياتريكس في البيدو. تمام، طيب دي كده اول نقطه. تاني نقطه تعالى نتكلم عليها، ان انا دلوقتي لما اجي اختار الاشعه، نوع الأشعة بتاعتي، وأنا هعرفكم بعد كده إن أنا عندي نوعين من الأشعة، إكسترا أورال وإنترا أورال إكس راي. طب أنا بحدد نوع الأشعة ده على أساس إيه؟ أول حاجة هي الإيج أوف التشايلد، على حسب سن الطفل هعرف أخش إنترا أورال ولا خليني لأ إكسترا أورال. طيب كمان عدد الأسنان اللي أنا عايز أعملها إكس راي، يعني مثلا أنا عايز أعمل لسنتين تلاتة، أنا عايز أعمل اللور دي وإي في ناحيه واحده، هل زيها زي لما اقول لك انا عايز اعمل في اللور دي واي مثلا لور رايت او مثلا ومعاها كمان ابر ليفت وكمان معاها لور ليفت؟ اكيد لا، انا كده بقى ايه سرحت شويه. فانا كده بدل ما اعمل كذا اكس راي بكذا دوز، لا انا اعمل اكس راي واحد مثلا زي البانوراما تجيب لي كل الفول ماوس وتجيب لي كل النواحي اللي انا عايزاها. كمان السايز اوف الاورال كافيتي، لو مثلا ولد لقيته بقه صغير نمنومه كده صغير، فطبيعي ان انا مش هعرف ادخل الفيلم جوه، فبالتالي ان انا هحتاج ان انا اعمل له اشعه اكسترا اورال. خلاص كمان الكوبريشن في التشايلد، لو لقيت الطفل بقى مزعج وعمال يعيط ومش متقبل الفيلم ومش متقبل وخايف، وخايف من الاكس راي وخايف من شكل الاشعه وخايف من شكل الجهاز والكلام ده كله يعني ودوشني معاه، فانا طبعا يستحسن ان انا اخد له اكسترا اورال اكس راي او بانوراميك مثلا اكس راي. تمام، المهمه جدا ان احنا ناخد بالنا منها 4 حاجات تحدد لي انا هختار انهي نوع من الاشعه او من الاكس راي. طيب ندخل بعد كده عن ازاي اصلا اجهز الطفل بتاعي ان احنا نعمل اشعه. انا خلاص قاعد وللاسف احتاجت ان انا اعمل اكس راي، او مش للاسف، انا اغلبيه الاحوال بحتاج ان انا اعمل اكس راي. طب انا ههيئ الطفل ده ازاي؟ حد يقول لي هو انت لازم تهيئ الطفل اصلا؟ اه طبعا، ما ينفعش ادخل مره واحده اقوم حاطه الفيلم جوه بقه واقوم قعداه على الاكس راي مثلا، الكرسي بتاع الاكس راي، او ان انا اجيب حتى بورتبل اكس راي واقوم حطاها جنبه واقوم عامل الاكس راي. الولد هيترعب طبيعي، اذا كان احنا ككبار بنخاف بنقلق كده من الموضوع، امال الطفل ده هيبقى عامل ازاي؟ فانا لازم اهيئ الطفل. لازم طبعا اخد الهيستوري والكلينيكال اكزامينشن اللي عملناه، وبعد كده نخش زي ما بقول لكم هنعمل نهيئ الطفل ده ازاي. اول حاجه بنستخدم له تكنيك مهم قوي قوي قوي، هو التيل شو دو تكنيك. يعني ايه؟ هقول له بص يا محمد، احنا النهارده ان شاء الله هنعمل لك اشعه
على السنة، هنصور السنة ديت صورة، وعشان اوريك الصورة دي بعد كده فهنجيب الكاميرا بتاعتنا اللي هي الاكس راي نفسها، الاكس راي ماشين نفسها او الاكس راي كون نفسه ده كده، بنقول له مثلا دي الكاميرا وادي الفيلم الاشعة ده الصورة هيطلع لنا، فاحنا عايزين نصور الايه السنة بتاعتك صورة. فانا ايه هقوم مورياله الحاجات دي وانا بتكلم دو، انا هعمل ايه، هخليه هو يمسك السن، يمسك سوري الفيلم، يعرف ان هو حلو ما فيهوش حاجه، ده ما فيش حاجه بتوجع، وكمان الجهاز الاشعه هو طبعا ابقى فاصل الكهرباء عن جهاز الاشعه يعني، واوريله وخليه يمسك ويشوف الموضوع ده. الكلام ده بيهيئ الطفل وبيخليه ان هو يتقبل الفكره او يتقبل الوضع اللي هو داخل عليه. ويستحسن كمان ان انا اوريله مثلا على اخته او على اخوه او كده، ان هو بص احنا عملنا على فلانة اهو اخوك كذا كذا كذا، هنعمل كذا، دي حاجة اسمها موديلنج ميميك بروسيس، ان انا اوريله انا هعمل ايه على طفل تاني. كمان ان انا لو الطفل ده احنا عايزين نثبته في مكانه عشان الصورة ما تتحركش، عشان ما عيدش الاكس راي تاني، فبالتالي ان انا لو قادرة ان انا اخليه يثبت واقول له يا محمد ما تتحركش خليك ثابت مكانك، او ان انا اجيب حد من اهله يمسكه، ده برضو ممكن ان انا احتاجه. كمان ان انا لما اجي اعمل اشعة اخد الاشعات الهوريزونتلي الاول قبل الفيرتيكالي، علشان هقول لكم بعد كده في حاجة اسمها جاج ريفلكس هقول لكم عليه بعدين. طيب كمان يستحسن ان انا البسه ليد ابرون ولبسه ثيرويد كولر هو والام، كمان لو الام دخلت معايا في الموضوع عشان احميه من الدوز اللي داخل عليه دي. ليد ابرون ده بيبقى زي حاجه كده بنلبسها على جسم الطفل بيلبسها، والثيرويد كولر دي بتبقى حوالين الرقبه عشان تحمي الثيرويد جلاند بتاعته، لان هو لسه بيبدا والثيرويد. تمام. بعد كده لما اجي بقى احط الفيلم جوه بق البيشنت، هل ادخله كده؟ على فكره الافلام يا جماعه بتبقى سخيفه قوي ومهما كان بتبقى حجمها كبير، فاحلى حاجه ان انا اعملها ان انا اتني الفيلم لحد ما ادخله في المكان المطلوب بتاعه. فلما اتنيه هتجنب حاجتين، هتجنب ان يحصل جاج ريفلكس، وهتجنب ان انا اعور الطفل في اي حته او اخربشه جوه بقه او كده، عشان احنا يعني ايه مش عايزين نوجعه، عشان ايه هنصلبينه بالعافيه من الاخر، فخليه يقعد كده هادي. تمام. كمان احسن تكنيك ان انا استخدمه هقول لكم بعد شويه هو البارلينج تكنيك، ده احسن واحد لان هو بيقلل لي او بيديني اقل دوز، وهنعرف بعد كده ليه برضو. وقلنا ان احنا كمان لو انا عندي ان انا مثلا هستخدم او انا هعمل اكس راي للاسنان مثلا الانتيرور ومولر ورا، انا محتاجه اعمل الاثنين، فيستحسن ان انا استخدم الانتيرور عشان ايه، عشان الجاج ريفليكس زي ما قلنا قبل كده. وكمان انا هيئ الطفل ما ادخلش الحاجه جوه بقه لحد سقف بقه ورا واقوم اقول له يلا نعمل اشعه، طب ما هو ممكن ما يتقبلش. طب ما انا عندي فكره تانية او انا عندي فرصه تانية ان انا استخدم ان انا هعمل اشعه اصلا كده كده على الانتيرور، طب ما اعمل الانتيرور الاول، بتبقى وجعها اقل، جاج ريفلكس ما فيش جاج ريفلكس، فالطفل يعرف يتقبلها فيبدا بعد كده يتقبل مني ان انا اقول له طب بص هنعمل بقى عند الضرس اللي ورا ده. تمام. فاهمين قصدي؟ دي صوره هنا للاشعه اهي، انا معايا هنا الاسيستنت شغاله والناحيه التانية تكون بيم، وابدا ان انا اعمل اكس راي للطفل على طول. تمام. في حاجه كمان لو انا مثلا خاصه في البوستيرور تيز، طب انا اجي اعمل اشعه البوستيرور تيز، والله يستحسن ان انا ما ادخلش ايدي جوه عشان جاج ريفليكس ده، فبستخدم حاجه اسمها فيلم هولدر. الفيلم هولدر ده عندي منه انواع هم رخمين شويه بس حاولوا تحفظوهم، عندي الاكس سي بي اللي هو اللي قدام ده، اللي قدامنا ده اللي هو الاصفر والاحمر والازرق والاخضر والكلام ده، كل واحد فيهم بستخدمه لمكان معين ولسنه معينه، وهتعرفوهم في قسم الاشعه ان شاء الله في الاكس راي. وعندي الهيموستات والدنتال فيلم كليب، وكمان ستيب بايت بلوك والسناب اي ري. هو بصوا المشهور اكتر هو الاكس بي. تمام. بس خلينا نقول ان دول الحاجات دي موجوده بستخدمها مع البوستيرور تيس عشان اتجنب الجاج ريفلكس، اتجنب ان الولد ده يحصل له جاج ريفلكس. تمام. طيب كده انا هيأت الطفل ان هو يقعد، وقلنا له قلنا هنستخدم معاك تكنيكس اللي هي تلش ودو، وعمله كمان موديلنج تكنيك، قلنا هنحط الاكس راي في الانتيرور تيس الاول قبل البوستيرور تيس، ولو هي البوستيرور تيس يستحسن ان انا استخدم الفيلم هولدر، وقلنا كمان ان انا يستحسن ان انا اتني الفيلم قبل ما ادخله جوه بق البيشنت عشان اتجنب الجاج ريفلكس، والليد ابرون والثيرويد كولر مهمين قوي للطفل، وكمان لو البيرنت دخل معايا، ومن البيرنت ساعات كتير قوي بيساعدني عشان يثبت الطفل في مكانه.
طيب ندخل بعد كده على الجاج ريفلكس اللي انا عمال اقول لكم عليه ده. احنا هنعمل كذا عشان الجاج ريفلكس، نعمل كذا عشان الجاج ريفلكس. تعالوا بقى نجمع النقط المهمه قوي عشان احاول اتجنب ان يحصل جاج ريفلكس اصلا. اول حاجه يا جماعه، انتوا لو مسكتوا اي فيلم اشعه وشميتوا بس ريحته كده، دي ريحته مش لطيفه، فيستحسن ان انا انضف اشطفه كده بميه كده سريعا كده، بحيث ان انا اقلل شويه من يعني اخليه نضيف شويه بحيث ان انا اقلل الجاج ريفلكس ده. كمان ان انا لو يعني وضع صعب قوي والجاج ريفلكس عند الطفل ده عادي، ممكن احط توبيك الانستيزيا كده بالراحه عند مكان الاشعه، عند مكان الضرس ده، هيساعدني كويس قوي. كمان ان انا اعمل موديلنج للطفل، اقول له بص هنحط مثلا فيلم الاشعه ده هنا، بحيث ان هو ما يتخضش مره واحده يلاقي فيلم الاشعه في بقه فيحصل له جاج ريفليكس على طول. كمان قلنا هنستخدم الفيلم هولدر اللي هو فيه البوستيرور تيس. وكمان ممكن اعمل تكنيك حلو قوي قوي قوي، هو الديستراكشن، الهي الطفل باي حاجه، اشغل له اي فيديو اي فيلم اي حاجه، اقول له بص ارفع ايدك نزل ايدك، هنعد لحد خمسه مع بعض، ارفع رجلك الشمال، اقرا سوره الفاتحه في سرك، يلا تمام. فكل الحاجات دي بتساعد، بعمل ديستراكشن فيلهي نفسه فما يركزش قوي ايه اللي بيحصل في بقه. تمام. كمان ان انا ما ينفعش ابدا 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 ان انا هقول للطفل رخي لسانك يا حبيبي، لا ما ينفعش، لانه لو رخى لسانه ودخلت الفيلم هلاقيه ان هو على طول جاج ريفليكس على طول. لكن لو هو لسه يعني لسانه مشدود كده لورا، ده بيديني سبيس اكتر ان انا ادخل الفيلم. وهتفهموا الحاجات دي لما تعملوا الحاجات دي عملي يعني كلينيكلي. تمام. كمان يستحسن واحاول اخد بالي كويس قوي وانا بدخل الفيلم ما خلوش يلمس سقف بقه، وما خلوش يلمس خاصه السوفت بلد، وكمان ما خلوش يلمس اللسان وخاصه البوستيرور اريا بتاعت اللسان دي، عشان الحاجات دي هي اللي بتستيميوليت الفوميتنج على طول. كمان ان انا اخلي الطفل يتنفس من مناخيره مش من بقه، ده بيساعد برضه ان انا اقلل من الجاج ريفلكس. فدلوقتي انا عشان احاول ان انا اتجنب الجاجنج زي ما قلنا في الاطفال، انا قلت انا بعمل حاجات وبقول للطفل ما يعملش حاجات. يعني ايه؟ يعني بقى انا لازم انظف الفيلم كويس، بتني الفيلم، ما خلوش يلمس البلت ولا يخليه يلمس التونج. كمان ان انا بحاول احط، ممكن احط اناسيزيا في مكان الاكس راي، ممكن استخدم فيلم هولدر لو بستيرور تيس. كمان ان انا ما خليش بقى الطفل يريلاكس هيز تونج، ما خليهوش كمان ان هو يركز معايا، لا اخليه اعمل له ديستراكشن، اخليه كمان يتنفس من مناخيره ما يتنفسش من بقه. الحاجات دي كلها بتساعدني ان انا اوقف الجاج ريفلكس. طيب ندخل بعد كده على شوية حاجات كده، شوية تيبس وتريكس كده نستخدمها مع بعض كده واحنا بناخد الأشعة للأطفال. بصوا الراديجراف ما ينفعش ان انا اعتمد عليها اعتمادا كليا في الدياجنوز. يعني لو جالي مثلا حاله مديني اشعه بتقول لك انا عملت الاشعه دي عند كذا، انا لازم اشوف الكلينيكال اكزامينيشن، لازم اشوف بعيني ايه اللي جوه البق، لازم، ما ينفعش ان ده يبقى بديل عن ده. تمام. كمان احاول ان انا لو مثلا قلت لكم قبل كده احنا بنقلل الدوز عن الطفل، فانا ما ينفعش ان انا اعمل مثلا كذا بالابيكال اكس راي، طب ما اعمل اكس راي واحده بانوراما وجيب لي كل حاجه في نفس الوقت، الطفل اللي ما تعرضش لدوزز كتيره تتعرض لدوز واحده بس. كمان الاكس راي فيلم بيبقى كذا مقاس 0 1 2، فمع الطفل يستحسن ان انا اجيب مثلا الحجم الصغير الزيرو او الوان، بحيث ان انا ما يكونش كبير قوي على بقه. ممكن كمان استخدم حاجة اسمها اف سبيد فيلم اللي هو اختصار ليه فاست سبيد فيلم، يعني الفيلم ده بيبقى بيصور الصورة تطلع اسرع، الفيلم ده بيبقى بيتحمض اسرع، فبالتالي ان هو يقلل، وكمان بيدي دوز بيحتاج دوز اقل، فبالتالي ان بعرض البيشنت او الطفل ليه دوز اقل من الاشعة. كمان قلنا هنستخدم الانتيرور قبل البوستيرور، وقلنا هنستخدم فيلم هولدر مع البوستيرور اكس راي، وقلنا هنستخدم البارلينج تكنيك، يعتبر احسن تكنيك علشان يديني اكيوريت فوتو، وكمان استخدم ليد ابرون وثيرويد كولر. حلو، دي شويه كده ايه تيبس وتريكس كده نلاحظهم عن شويه الكلام اللي فاتوا. طيب عندنا سؤال مهم جدا جدا جدا، هو ليه الطفل عنده هاي ريسك للاكس راي؟ ليه اصلا بيحتاج اكس راي كتير، وليه الاكس راي الكتير دي غلط عليه؟
يعني ايه؟ يعني دلوقتي هو لما يبقى سمول ستاتير مي بي هاير ريسك اوف الاكس راي، لما يجيلي طفل مثلا حجمه صغير، هيئته صغيره، ده بيتعرض لاشعه كتير، ده تبقى الدوز بتاع الاشعه كده تعتبر بالنسبه لي كتير عليه. كمان انه لازم نعرف ان الاكس راي ديت كيوميوليتيف افكت، يعني ايه؟ يعني تراكمية، يعني ما ينفعش مثلا انا عملت للطفل ده اشعة مثلا من شهرين واجي اعمله دلوقتي اشعة على الضرس التاني الشهر ده، وبعدين بعد 3 شهور اقوم عاملة اشعة على الضرس التالت وهكذا، واقول اصل عادي بقى ما هو خلاص الاشعة راحت. لا، الاشعة دي تتخزن جوه جسم الطفل وبتبقى تراكمية. تمام. كمان انه ممكن يعمل لي كانسر، يخلي يحفز عنده الخلية السرطانية، وكمان انه الطفل عامة او الاطفال بيبقى عندها الكيرز ريسك اعلى من الكبار، فبالتالي ان هو بيحتاج اكس راي اكتر، فتلاقي ان هو فعلا بيتعرض لدوزز اكتر من الاكس راي. developing organs كلها فتبقى sensitive قوي للراديشن، كلها بتمتص الاشعة بسرعة جدا. تمام. فدي ده كده كان سؤال مهم قوي عن الاشعة. حكيت اتكلمنا عن الاكس راي بوجه عام، عرفنا ديفينيشن وعرفنا الرول بتاعتها وعرفنا الانديكيشنز بتاعتها او الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعتها، واتكلمنا بعد كده عن شويه اسئله مهمه ايه الانواع، بختار النوع الاكس راي دوت بناء على ايه، طب انا هحضر الطفل ازاي، طب الطفل ده ممكن يحصل له جاج ريفلكس، طب انا هتعامل ازاي، او ان انا هحاول امنع الجاج ريفلكس ده ازاي، وكمان ان انا شوية تيبس وتريكس كده وانا باخد الاكس راي، وليه الطفل هاي ريسك للاكس راي. هندخل بعد كده على انواع الاكس راي. انواع الاكس راي، انا عندي اكس راي انترا اورال واكس رايز اكسترا اورال. يعني ايه انترا اورال اكسترا اورال؟ يعني انا بدخل الفيلم نفسه، الفيلم ده بيخش جوه الفم بتاع الطفل انترا اورال ولا من بره اكسترا اورال، مفيش حاجه خالص بتخش جوه بق الطفل. فهمتوا قصدي؟ فده الفرق ما بين الانترا اورال والاكسترا اورال. الانترا اورال دول 3 انواع، عندي بريبيكال اكس راي وبايت وينج اكس راي واوكلوزال اكس راي. عشان ما اطولش عليكم انا المره دي هنتكلم عن البريبيكال اكس راي. تمام. البريبيكال اكس راي دي شكلها، بصوا اهي، دي كده انواع للبريبيكال اكس راي، او يعني كذا صوره للبريبيكال اكس راي، بتبقى عباره عن يعني ايه تلاتة تيس جنب بعض وفي نفس الجو. تمام. في نفس السايد، عكس مثلا البايت وينج. البايت وينج دول هتلاقيهم التلات اسنان مثلا من فوق ومن تحت وباينين لي، شايفاهم في الاكس راي، فانا شايفه الاتنين دول مع بعض. الاوكلوزر اكس راي هتلاقيها جايبه زي الفك كله تقريبا بس من جوه، وده برضو هوريها لكم المره الجايه عشان صعب قوي تتخيلوها دلوقتي. البريبيكال اكس راي دي انا بحتاجها في ايه او بتساعدني في ايه؟ بصوا، هي اول حاجه طبعا هي الموست ديفينيت فوتو اوف ذا توث اند سبورتنج ستراكشرز، دي اكتر صوره بتوضح لي السنه والسبورتنج ستراكشرز ليها بطريقه واضحه جدا، اكتر من البايت وينج، اكتر من الاوكلوز، اكتر من اي نوع اشعه تاني. تمام. طب ليه بقى؟ اولا هي بتجيب لي التوس، تعالوا ناخدها كده بالراحه كده، حاولوا تتخيلوا معايا فيلم الاشعه. تمام. تبدا ان احنا ناخدها من تحت لفوق. تمام. اول حاجه مثلا لو انا بنتكلم طبعا احنا بالنسبه ان احنا في بيدو، فانا هلاقي الرابتنج توس، هتلاقي فيه سنه تحت بتبدا ان هي تطلع. طب فهل بقى هي انهي ستيج من الديفلوبمنت؟ طب هل هي فيها انوميلي ولا لا؟ طب هل هي اكتوبيك الرابتنج ولا لا؟ سوبر نيموري ولا لا؟ طب كونجنتري اصلا مزد مش موجوده اصلا ولا ايه الاخبار؟ اشوف ده في الاكس راي. تمام. طيب جبنا السنه، جبنا الايه الرابتنج توس اللي تحت. طب نخش بعد كده على السبورتنج ستراكشرز اللي حوالين التوس. ايه السبورتنج ستراكشرز دول اصلا؟ البون، البريدونتال ليجامنتس الموجوده حوالين السنه، البريبيكال اريا بالذات، كمان الفوركيشن اريا. الحاجات دي كلها انا بشوفها في الاشعه، انا بشوف البون اخباره ايه، بشوف البريدونتال ليجامنت دي هل هي مثلا سمكها طبيعي ولا لا، ده هي واسعه شويه فيها وايدنج في البريدونتال ليجامنت، فانا اقول ده في انفكشن هنا مثلا، او ان مثلا لا ده في بوكت اصلا. كمان البريبيكال اريا هل في مثلا ابسس او كده، فالحاجات دي كلها انا بشوفها في البريبيكال اكس راي. كمان بشوف لو قلنا، لو قلنا كمان في فوركيشن انفولفمنت ولا لا، هل في مثلا ابسس وصل للفوركيشن اريا ولا لا.
كمان بشوف الروتس، نخش بقى على الروتس نفسها. السنه التوث دي عباره عن ايه؟ عن كراون وروت. فتعالى نتكلم عن الروت. الروت ده مثلا هل بيحصلوا في سيرجيكال روت ريزوربشن ولا لا؟ طب هو في انترنال روت ريزوربشن من جوه طب ولا لا؟ العكس، في اكسترنال روت ريزوربشن مثلا ده كده باثولوجيكال ولا في اصلا فراكشر؟ الحاجات دي احنا قلناها قبل كده فاكرين، لو ما اتكلمنا عن الباثولوجيكال ايفالويشن لما قلنا الكلينيكال سيجنيفيكانس الراديشن كنا بنتكلم بوجه عام. هنا انا بوظف بس الكلينيكال سيجنيفيكانس ديت على اساس نوع الاكس راي. تمام. كمان الروت ده جواه بلب، هل البلب ده الماتيوريتي بتاعته اخبارها ايه؟ لما قلنا برضو قبل كده البلب ماتيوريتي. وكمان هل في ستونز مثلا او كده. كمان بنتكلم على الكراون، نطلع فوق بقى نشوف الكراون في كيرز. طب الريستوريشن دي لو في ريستوريشن، الريستوريشن دي عامله اوفر هانجنج ولا كويسه؟ طب هل في بلب انفولفمنت ولا لا؟ فالحاجات دي كلها مهمه جدا. برقبك الاكس راي هي الوحيده اللي بتبين لي كل ده بالتفاصيل الممله دي، بتوريني. قلنا هناخدها من تحت لفوق، قلنا هنشوف لو في سنه تحت ولا لا، والسنه دي اخبارها ايه، طب السبورتنج ستراكشرز اخبارها ايه، هل كمان الفوركيشن اريا اخبارها ايه، طب هل الروتس اخبارها ايه، هل البلب اخباره ايه، وكمان اخر حاجه الكراون اخباره ايه. زي ما هنا دلوقتي في شايفين الاشعه دي مثلا، انا شايفه هنا في كيرز اهي، والكيرز ديت واصله للبلب ولا لا، يعني قريبه كمان للبلب. رأى طب هنا برضو في توس شايفينها تحت اهي، اللي هو الفور ده بيتكون اهو، هل الفور ده اخباره ايه، طالع لا قدامه قد ايه على ما يطلع، هل في روت ريزوربشن للسنه دي ولا لا. طيب كمان السكس هنا شايفين البلب ماتيوريتي اخبارها ايه، في اوبن ايبكس اهي واضحه جدا. طب تعالوا نشوف هنا كمان، في هنا انترنال ريزوربشن اهو شايفينه، السهم باين مشاور عليه، الريزوربشن طالع اهوت وشكله اصلا مش طبيعي. البلب ده مش انتكت كده على بعضه، لا ده فيه مشكله فيه، فدي كده انترنال روت ريزوربشن. طب هنا شايفين البيردونتال ليجمنت اخبارها ايه، شايفين الوايدنينج ده مش السمك الطبيعي، ده كده واسع زياده عن اللزوم، فدي كده عنده مشكله في البيردونتال ليجمنت. فكل ده باين في البرابيكال اكس راي. برابيكال اكس راي هي اكتر اكس راي بتجيب لي صوره ديفينت للتوس والسبورتنج ستراكشرز ليها. تمام. طب البريبيكال اكس راي دي عشان اعملها، انا عشان اخد بريبيكال اكس راي بعملها ازاي، ايه التكنيك بتاعها؟ انا عندي 2 تكنيكس، بارلينج تكنيك والبايسكتنج انجل تكنيك. واحده واحده كده. اول تكنيك هو البارلينج تكنيك. البارلينج تكنيك ده او بيسموه اسمين تانيين ومهمين قوي ان احنا نعرفهم، اللونج كون تكنيك او الرايت انجل تكنيك. جاي منين الموضوع ده؟ بصوا احنا عشان نبدا ان احنا نعمل البارلنج تكنيك ده، انا في دماغي كده ببدا ان انا اعمل حاجه اسمها لونج اكسس للتوس، اللي هو انا جايبه لكم هنا زي صوره لونج اكسس في التوس اهو قدامي اهو. تمام. وابدا ان انا احط الفيلم موازي للونج اكسس ده، فيلم الاشعه موازي دي. وبالنسبه للكون بيم بقى هيكون جاي ازاي؟ الكون بيم هيكون جاي لي عمودي، عمودي على حاجتين، على اللونج اكسس في التوس وعلى الفيلم اكس راي فيلم. ليه؟ لان الاثنين اصلا موازين لبعض، فمنطقي جدا ان هما ان الكون بيم ده لما يكون عمودي على واحد هيكون عمودي على التاني. فلما بعمل كده ده بيديني طبعا الصوره الواضحه اللي هي بارلينج تكنيك. تبقى ده كده الموست موست موست اكوريت تكنيك، موست ديفينيت تكنيك، الموست بيجيب لي الصوره دي بنفس الدايمنشنز بتاعتها. السنه مثلا طولها كذا، هو هيجيبها لي فيلم الاشعه ان السنه دي فعلا طولها كذا، دايمنشنز بتاعتها كذا، كل الحاجات، كل اللونج بتاع اللينس بتاع التوس او كل الكلام ده كله بيبان لي اكوريت قوي في البارلينج تكنيك ده. تمام. قلنا الفيلم هو بقول لكم ان هو فيلم بارلل تو لونج اكسو في التوس، والاكس راي بيم بيبقى بيربنديكولار دي لحاجتين، دي اللونج اكسو في التوس وللفيلم. تمام. طيب قال لك ان هو عشان اخد صوره واضحه قوي ليه هنا، كل ما بقى ابعد كل ما يبقى احسن، كل ما ابعد عن التوس كل ما يبقى احسن. طب انا هبعد ازاي؟ يعني ايه اصلا كل ما ابعد كل ما يبقى احسن؟ لان احنا في معظم الاحوال احنا بنقوم حاطين الفيلم لازق في الريدج يلا صور. لكن لا، هنا انا لما ببعده بيديني صوره احسن. انا هبعده ازاي؟ عن طريق الفيلم هولدر. لو تفتكروا في فيلم هولدرز بستخدمها، مش بصبعي بقى، مش بدخل صبعي ولا صبع البيشنت، لا انا بحط فيلم هولدر زي مثلا الاكس سي بي اللي هو ده، كان ده بصوا اهو ده الاكس سي بي. تمام. لما بعمل كده، لما ببعد الـ الفيلم عن التوس عن طريق الاكس سي بي ده بيسهل لي قوي ان انا اوصل لصوره واضحه جدا. تمام. فبالنسبه لي البارلنج تكنيك ده
احسن تكنيك يجيب لي صوره اكيوريت للتوس. بس في مشكله طبعا ان هو انكمفورتبل للبيشنت، انا عماله ادخل له اكس بي وعماله رايحه جايه واقول له وعايزين نبعد عن التوس ومش نبعد عن التوس، عشان ابعد عن التوس ده يعني انا عايزه اوصل لنص الماوس، يعني لو ما اتكلم على ابر يبقى انا الفيلم يكون تقريبا في نص في نص البلت، ولو في اللور يبقى في نص السوفت تيشو في الفلور في الماوس. فانا كل الكلام ده بيبقى صعب جدا للطفل، كمان صعب على الاوبريتور نفسه اللي شغال اللي بياخد الاكس راي. بنبقى محتاجين ان احنا اوبريتور شاطر جدا يكون متمرس قوي في موضوع الاكس راي دي عشان يظبط الانجلز دي. تمام، فدلوقتي ده كده كان اول تكنيك بستخدمه عشان اعمل بريبيكال اكس راي. طيب تاني تكنيك بقى واللي هو يعتبر المور كومون او الموست كومون هو البايسكتنج تكنيك او شورت كون تكنيك او الميلر تكنيك. يا جماعه الاسامي البديله دي مهمه قوي والدكتوره ركزت عليها قوي في المحاضره. تمام، هنا بقى في البايسكتنج تكنيك ده معظمنا اصلا بنستخدمه، هو تكنيك سهل جدا ولكن عيوبه كتير قوي. حلو، خلينا اول نتكلم على ان هو ازاي بستخدمه او ازاي بعمله. انا بجيب الفيلم والزقه في الريدج حرفيا، يعني لو ابر انا بلزقه في البلت من جوه، ولو في اللور بلزقه في الريدج من جوه. تمام، فبعد ما بلزقه بيكون عندي بالمنظر ده، شايفين اهو الفيلم اهو لازق في الريدج في التوسة ومخبط هنا وهنا، وبسنده بصبعي مش بقى بفيلم هولدر ولا الكلام ده خالص، انا بصبعي او بصبع البيشنت او بصبع الام خلاص. وبيبقى في عندي هنا ادي اللونج اكسس في التوس ده كده كده موجود، في حاجه اسمها بايسكتنج انجل او اللي هو اللي موجود هنا ده. تمام، شايفينه اللي هو الخط اللي بيبقى ما بين اللونج اكسس في التوس والاكس راي فيلم. طيب بالنسبه بقى للاشعه، الاشعه نفسها جايه ازاي؟ الاشعه نفسها بتيجي بيربنديكولر على ايه؟ على البايسكتور لاين ده، اللاين اللي في النص ده اللي هو قسم او اللي ما بين اللونج اكس اوف التوس والفيلم، فاهمين قصدي؟ فهنا في فرق ما بين البايسكتنج تكنيك والبارلينج تكنيك. الكون بيم ده بيبقى عمودي على حاجه كده كده، لكن في البارلينج تكنيك بيبقى عمودي على الفيلم وفي نفس الوقت عمودي على اللونج اكسس اوف التوس، ولكن في البايسكتنج تكنيك ده لا، بيبقى الفيلم الكون بيم ده او الاكس راي دي عموديه على خط تالت خالص، هو البايسكتنج انجل او البايسكتنج لاين ده. تمام يا جماعه، هو بيبقى سهل جدا بس بجد ليه عيوب كتيره قوي، لو انا ما ظبطتش التصوير بيطلع لي حاجات تانية هقول لكم ايه هي دلوقتي. في ادفانتج وفي ديس ادفانتج، تعالوا نتكلم عن ديس ادفانتج كده بقول لكم عليها. ان هو طبعا ديس ديفينيت فوتو هو مش هيجيب لي المقاس مظبوط زي البارلينج تكنيك. لو انا اللي عندي مشكله في الفيرتيكال انجيوليشن دي بيحصل لي حاجه من اتنين، يا اما يحصل لي لينسنج او شورتنج للتوس، ممكن نلاقي ان السنه طولت قوي او السنه قصرت قوي. ده بيفرق لي طبعا، بيفرق لما باجي اعمل اندو او بعمل مثلا بالبيكتومي ببقى عايز طول الروت، فلما السنه تطول مني انا ممكن ادخل الفايل يخش يعني لحد ما يوصل يعني للساينس، فاهمين قصدي؟ والشورتنج والشورتنج ده بيخليني اعمل شورت شورت جتابرك شورت اندو شورت فيلنج، فاهمين قصدي؟ طيب لو انا عندي مشكله في الهوريزونتال انجيوليشن ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اوفرلابنج. يعني ايه يحصل اوفرلابنج للتيس؟ هتلاقي السنه راكبه على بعضها، تلاقي السنه اللي انت عايزها مش باينه، تلاقي ان الاي مثلا ركب على الدي فانا مش شايف اللي انا كنت عايزه اشوفه اصلا. تمام، كمان في الابر مولرز بالذات انا في حاجه اسمها زي جوماتيك ارش، انتوا اكيد عارفينه، فللاسف كتير قوي زي جوماتيك ارش ده بيحصل بيعمل اوفرلابنج على التيس، فانا برضو بيخليني مش شايف ايه فين الروتس ولا فين التوس ولا فين ايه هي فين المشكله اصلا، انا مش شايف حاجه من زي الجوماتيك ارش اللي جه خط على الاخضر واليابس ده. تمام، طيب بالنسبه ل ايزي وفاست تكنيك، سهل جدا سريع جدا معظم الناس تعرف تعمله، مش محتاج ان انا يعني اكون متمرس ولا فظيع يعني في الاكس راي، سهل قوي ان انا اعمله. كمان مش بحتاج ان انا استخدم فيلم هولدر، مش بحتاج ان انا ادخل اكس بي ولا الكلام ده كله، لكن في البارلينج تكنيك لازم استخدم فيلم هولدر، لكن هنا معظم الاحوال انا مش محتاج. بس ممكن احتاج امتى او بستخدمه ليه؟ مثلا انا خايف ان لو طفل كمان بالذات
يعني الاكسبوجر بتاع الاكس راي ما يجيش كتير قوي على ايده او على ايدي انا شخصيا او على ايد الاوبريتور او على ايد الام، فانا بحاول ان انا اقلل الاكسبوجر دي. كمان اخاف ان يحصل حاجه اسمها كون كات. كون كات دي بيبقى عيب في الاكس راي، واكيد هتعرفوه بعد كده في الاكس راي، في قسم يعني الاكس راي. يكون قط ده ان الصوره تطلع، الفيلم يطلع مقصوص منه حته، هتلاقي نص مثلا الفيلم اسود غامق ريزولوسنت خالص عشان ما تصورش، ما جاش عليه اصلا اشعه. تمام. كمان ان انا احاول افويد ستابج اوف الفيلم، ممكن فعلا وانا ماسك الفيلم وعمال ادخله جوه بق البيشنت يتزحلق مني، فبرضه كل ده بحاول ان انا اتجنبه عن طريق ان انا استخدم فيلم هولدر. ده كده كان التكنيك التاني اللي انا هعمله عشان اطلع في الاخر بريبيكال اكس راي. دي كده المحاضرة ان شاء الله يعني خلصت، يا رب تكونوا فهمتوا. ان شاء الله المرة الجاية نكمل انواع الاكس رايز، ونكمل ونجيب البايت وينج والاوكلوزال وكل حاجة. بالتوفيق ان شاء الله. ده توبيك جديد علينا اللي هو الاكس راي والراديشن. في الاول بيبان موضوع عامة بيبان كبير، ولكن لما بتركزوا وتحاولوا تقسموا المذاكرة لنقط كده هتلاقوا الموضوع سهل جدا والله. وانا معاكم لو في اي اسئلة ليكم اسألوني على طول، انا هنزل لكم اللينك بتاع الواتساب ابعتولي على طول، وانا على طول برد في ساعتها. الورق طبعا بينزل في مكتبتين، مكتبة الرسالة ومكتبة بي اندنت. هاتوا الورق اول باول وذاكروا اول باول، هتلاقوا الموضوع سهل قوي، ما تراكموش على نفسكم محاضرات. وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا.